احنا النهارده ان شاء الله هنكمل موضوع الشو جروينج. هنتكلم انتوا كده شايفين ولا حد في النور؟ معلش يا اسلام بس في النور بقى، انت عارف معلش النور مش ده، ده ايوه ده اللي هناك ده، ايوه هو ده. طيب احنا هنا عايزين نوقع لوح النجاره للقواعد المسلحه دي، تمام كده، وهنعملها لرئاب العمدان برضو. ازاي ان انا اعمل لوحه رئاب العمدان، وهبدا اشوف والله في المتكرر هبدا اتصرف مع العمدان ازاي. يبقى احنا النهارده كل شغلنا في موضوع لوح مين؟ النجاره. طيب اول حاجه انا هبدا بيها القواعد المسلحه دي، تمام كده، هعمل لها الاول نجارتها منفصله، وبعدين اخدها مع لوحه السملات هعملها منفصله ليه؟ عشان اسال بس على نفس الموضوع شويه وانا شغال، تمام كده. فاخد والله اللير دي هقول له ليه مع لير الاكسات، واقول له هنا لير اسود، تمام. طيب هنا بقى كونسيدر معايا العمود ولا لا؟ يعني اخد معايا العمود في لوحه القواعد المسلحه ولا لا؟ طبعا هو لازم يتاخد، بس للتسهيل خده من غير الهاتش الاول. يبقى انا هنا اخدت دي بالاكس بالكلام ده، طبعا بالتكست اللي هو مكتوب هنا، واقول له لا هو ثانيه واحده ليه ايزو، انا اخدتهم كلهم صح كده. طيب هلاقي ان انا عندي شويه بس كتابات انا برضو لسه مش عايزها، ممكن اقول له هنا سيلكت سيميلر، هيختارهم لي كلهم، هقول له بس ايه ديليت، انا مش عايز الابعاد اللي هي كانت فوق دي اصلا. طيب هنا بقى الحاجات المتضبله والكلام الفاضي ده كله ايه دلته. ممكن سيادتك تاخد خط الاكس ده لو انت عايز تعدله تخليه خط النقط اللي احنا متعودين عليه، اطلع لي تاني هنا على اللوحه. طب اللوحه دي فيها رياضات كتير وانا هشتغل على اللوحه دي بس مش عايز ابوظ اللوحه الاصليه. خد لي اللوحه دي كده كنترول سي، افتح لي فايل جديد كنترول في، حطها لي هنا وسيب الفايل اللي هناك ده زي ما كان، خلاص قول له لير اون وسيبه زي ما كان، عشان احنا بس مسحنا شويه حاجات وسيبه. طيب هنا والله بدات اللوحه الجديده تجيلي بالمنظر ده، تمام كده. كان هنا من الواضح ان كان في خطوط متضبله على خط الاجساد، كان واضح قوي الموضوع ده. هنا ابدا الاقي معايا شويه ليارات برده انا ممكن ما اكونش في حاجه ليها، فاقول له اول امر ايه؟ برج. ولازم وانا بعمل برج اكون واقف على انه لير زيرو، لان هي غير مستهلكه يعني بالنسبه لي مش هكون رسم عليها حاجات كتير، فبالتالي ممكن ارسم عليها. اقول له هنا والله ايه برج. طيب اقول له هنا ايه برج اول، يس برج اول ايتمز وكلوز على كده. هبدا انا كل اللي انا هعمله دلوقتي، مش انا عايز اوقع لوح نجاره، يعني ايه؟ يعني على فرض دلوقتي انا لسه دلوقتي هو على منسوب الارض، تمام كده. الراجل جه جاب لي نقطه تقاطع الاكسين دول معايا، يبقى انا دلوقتي عايز مثلا القط نقطه في كل قاعده عشان اقدر ان انا احطط بيها القاعده دي. يبقى في الاربع جوانب بتوع القاعده جنبين هيكون عليهم الابعاد متاكسه. يعني ايه متاكسه؟ يعني الابعاد متاخده عن اكس، وما تاخدليش بعد واحد من الاكس وتقول لي اصل هي سيمتري ولا الاكس ده في نص القاعده مش عرفني. لا، حتى لو هي سيمتري بتاخده من فوق لتحت شمال ويمين، والبعد الثاني او الجنب الثاني للقاعده بيكون عليه البعد صافي. طب ليه بيكون عليه البعد صافي؟ عشان لما الراجل يجي يظبط استقامه ابقى انا استلمت استقامه القاعده عندي من البعد ومن قلنا كام؟ اللي هي نظريه 3 4 5 اللي هي ايه؟ ارسطو. طبعا 3 4 5 عمرها ما هتيجي معاك في قاعده، فتسمع ارقام شويه غريبه. ليه؟ خلاص ما انت لو قسمت الثلاثه دي على مثلا على الثلاثه هتديك الواحد، هتديك 4 3 هنا 75 سم، ال 5 على الثلاثه مش عارف هتديك كام؟ كل حاجه بمضاعفاتها. فاهم قصدي؟ ممكن اقسمها على 1.5 على حسب ظروفي. ما انا مش عشان قاعده مثلا زي دي كده متر في متر همشي 3 متر براها ومش عارف كام عشان اقيس 5. فاهم قصدي؟ ف 3 4 5 دي مش كون. ده اسم الطريقه بس. ان مش لازم 3 متر في 4 متر في 5 متر الكلام ده. طيب نرجع هنا تاني، هعمل لير بقى اسمها ايه؟ دايمنشن. اللير دي انا اللي هعملها. والله اقول له هنا نيو لير اسميها دايمنشن. تمام؟ اديها بس لون يبقى ظريف شويه كده، وبعدين احنا نيجي نظبط البين اساينمنت بتاعنا في الاخر. اديها مثلا لون الماجنتا، وبعد كده هبدا اعمل ايه؟ والله هجيب معايا امر دايمنشن او اختصاره دي اي ام اللي هو بيشتغل كلاسيكي. دايما هنا هنخلي من فوق ومن الشمال البعد صافي، ويمين وتحت البعد الايه؟ المتاكس. يبقى انا لو هنا فوق وشمال اهو هبدا والله اجيب معايا البعد ده كده صافي اهو. طيب انا هنا هل ده المنظر ده منطقة منزل بيه؟ طبعا لا. باجي اول حاجه عايز اظبط الدايمنشن بتاعتي، اقول له ديم ستايل. طيب دي اي ام اس تي واي، اقول له هنا موديفاي. هاجي هنا اخلي البرسيشن ده على رقمين بس بعد العلامه. ليه؟ ده اللي بيحكي الواقع، انا لما افتح المتر اقدر اجيب بيه رقمين بعد المتر، مش هقدر اجيب بيه الليله دي كلها. واقول له هنا ايه؟ اوكي. طيب وبعدين
حاجه تاكد برضو ان وحداتي هنا مظبوط. من درونج التيليتيز يونتس بدل ما هي بالانشز اخليها بالايه بالمتر، تمام. واظبط برضو هنا الوحدات دي اخليها برضو على رقمين بعد العامه واقول له اوكي. ايه من هنا علامه الايه، اقول له هنا دايمنشن او اجيبها من فوق زي ما جبناها. ابدا بقى هنا اشتغل. بص هنا الفرق اللي هيحصل. كده منطق صح ولا ايه؟ طيب مثلا هنجيب دي كده، بدات انا اهو من فوق ومن على الشمال بالمنظر ده. طبعا كان انا ما خدتش بالي بس ان الاوعاد دي مفتحه، المفروض الاوعاد دي تتقفل، تمام. طيب لو عايزين نقفلها في وقت سريع شويه ممكن اخد دي كده واقول له لاير ايزوليت. اقفل المنظر ده ازاي؟ امر اكستند بقى هناك فهنا مش لازم تبقى بولي لاين بقى، انا مش بحصل خلاص اهو. كل الفكره هنا كده مشي ايدك شويه فيه بسرعه، تمام. هنا عندك الحاجات الكتيره دي ممكن تطلع من الامر، تمسح دول تمام وتعمل هنا فيلت ما بين دي وما بين هي مش هيجي عشان مفيش زاويه، تمام خلاص. هما دي كلهم اصلا حته واحده يعني خلاص اكسبلود فجره. ممكن اشيل دول واجي هنا ولا فلت ولا حاجه، اعمل امر لاين وخلاص بنفس الليل. طيب هنا اكستند هو حد مش فاهم انا بعمل ايه؟ طب انا استعملت اوامر كتير قوي في بعض صح كده؟ انا عمال استعمل اكستنت وترم وفلت وايريز، دي الاوامر انا بستعملها تمام؟ واكسبلود استعمله تاني. لا الاواد العاديه لوحدها، هناخد الاواد العاديه من لوحه ثانيه تمام كده خلاص. نعم بتقول لي حاجه، بتقول ما فهمتش حاجه فين؟ هو كله مقفول اهو خلاص. اما نجيلها ماشي تمام كده باشمهندسين. نكمل، هرجع تاني باللير بتاعت الدايمنشن دي، اختار نفس الامر، ابدا هنا اعمل ايه؟ هعمل موضوع التاكيس اللي قلنا عليه ده اهو كده. شوف هنا القاعده مش جايه في النص يا باشمهندس اسلام صح كده؟ برضه واضحه؟ انت بقى براحتك. طيب هنا مفيش سملات يعني، سين 2 دي كده ممكن اخدها كلها انا امسحها يعني، ما هو هنا اللوحه دي ما فيهاش سملات لسه تمام، فانا برضه ممكن ايه استغنى عنها. كل فكره همشي على كل اللوح بالمنظر بالمنظر ده كده، هنا فوق وشمال ابعاد كامله
وتحت مالها متأكسة بالمنظر ده. مش هي؟ لا هي خد بالك هي لوحة اللي هي الشوب درونج عموما بتبقى متغربلة أبعاد أصلا. أنت بتبهدل اللوحة أبعاد. ده العادي يعني. لسه بس احنا عايزين نظبط الدايمنشن ستايل أصلا عشان الستايل ده مش نافع وكده هنبدأ نظبط شوية حاجات. طيب أنا هنا قبل بس ما الناس تزعق مننا، أنتوا بتعملوا إيه يا باشمهندسين؟ تمام؟ هي كل الفكرة هنا إن أنا بحطط بالمنظر ده. ان انا كل الفكره ببدا احطط اللوحه كده. حد مش فاهم اصلا احنا بنعمل ايه؟ ها مش فاهم حضرتك كل ايه؟ طب مش فاهم سته ليه مسالين يعني؟ طب ثانيه عشان في الاذان بس عشان مش سامع. الموضوع ده تاني برضه هنرجع نفس مرجعنا ابعاد تمام. ارجع تاني هنا احنا قلنا من فوق بيبقى ابعاد مفصله بيبقى سوري ابعاد كامله ومن تحت ببدا افصل الموضوع. حاجه انزل هنا تحت هعمل نفس القصه. هنا الموضوع ده مش مرتبط خالص بنماذج القواعد تمام، يعني ملهاش دعوه القاعده دي منها كام نموذج. الفكره كلها حاجه سيستماتيك بالمنظر اللي احنا بنعمله ده. طيب. هنا من الواضح ان بس الدايمنشن ستايل عايز تصغر شويه. قول له اسمه ديفاي خش لي هنا في الفيت دي بدل ما هو السكيل بواحد هنا ممكن تمشي حلو قوي مثلا على 6 من 10 حلو. قول له هنا ايه اوكي. قول له هنا كلوز هبدا الاقي الدنيا اتظبطت كده بقت اشيك صح كده. نكمل تاني خد لي برده دي كده من النقطه دي وابدا اطلعها بره كده شويه امسك هنا مش هنستغل بعدين زي ما من دايمنشن ستايل دي اي ام اس تي واي ده اختصار. خش على موديفاي خش على حاجه اسمها ال الفيت تمام كده هتلاقي تحت فيه اوفر اول سكيل. ده كان واحد انا تقدير كده بعيني كتبت 6 من 10 وجات الموضوع جاي شكله كويس. طيب نفس الفكره بعد تفصيلي وبعد متاكس. عشان نقول حاجه بارده شويه تعال نخش في اللوكال رافت دي نشوف احنا هنوقعها ازاي تمام كده. طيب انا تفكيرك كده حاجه غير منتظمه بالمنظر ده وشكلها غلس هنعمل فيها ايه مثلا؟ مش هينفع ان تنفذ حاجه واحده ايه ها نعمل فيها ايه؟ لو انا هنا انا معاك في الكلام ده كله، لو انا هنا والله هبدا احط على جنب نجاره هيبقى هنا كل جنب محتاج على نفس الجنب ده مكانه وتوقيعه لان انا هنا مش بعمل حاجه منتظمه يعني البعد ده مش زي ده ايه؟ مش دايما. طب افرض القعده الثانيه متنفذه غلط انت دايما اكس اهو بس هتقول له والله ان النقطه دي بص انا حتى بعته بعيد ليه؟ عشان اقول له والله النقطه دي جايه من الاكس ده كده واطلع هاتها ثاني اعدلها فوق ده الاوبجكت سناب دي رخامته يعني. واجي هنا نفس الكلام اقول له والله النقطة دي توقع علي من هنا وده زي اكس تأكيدي الاكس ده تمام؟ زي حاجة بعد حاجة تأكيدية ممكن اقول له والله ممكن تاخد من الاكس ده المسافة دي قد كذا ودي هتبقى تحت دي كده على طول لان هي اكبر منهم واقول له والله خد لي برضه من الاكس ده مش فين الاكس اللي احنا خدنا منه كان فين؟ كان هو الاكس في النص ده صح؟ قول له خدوني من الاول هنا برضو للاخر هنا برضو نفس الايه؟ المسافه. يبقى احنا عرفنا ان الاكس ده في نص القعده، يبقى انا ممكن استغنى عن البعدين دول. مش ده جه الاكس اللي في نص المسافه دي؟ تمام. طب انا ما عملتش تحت وفوق ليه؟ لان اكيد بص هنا باينه ان دي اكبر من دي بكتير اهي. فاهم قصدي؟ بالتالي اخدها من تحت. برضو نفس القصه، اجي الدايمنشن اهو، والله اجيب من هنا نزلت تحت سن اهو. طيب من الواضح او انا مرتاح ان الاكس ده هو اللي هيكون في نص القعده صح نفس الكلام ولا ايه؟ اقول له طب والله تعالى من هنا للاكس الغلس ده نفس الكلام اجي انا اخدها من هنا
اهي 3 13 تمام كده. طيب يبقى انا ناقص لي ايه؟ الطلعه دي. الطلعه دي مش لازم تتاكس خلاص، هي ايه الفكره في استقامتها صح ولا ايه؟ تمام. يبقى انا ممكن اجي هنا برده واقول له طيب هاتها لي بالايه؟ بالاستقامه كده اهي، وهات لي برده نفس البعد ده هنا اهو، واضمن ان هما متعامدين على بعض خلاص. هنا برده في اكسات هنا ممكن اعكس الجنب ده ليه؟ انا هنا عكست فوق وتحت صح ولا لا؟ يبقى جبت المسافات اللي انا هقدر امشيها هنا عشان اجيب النقط دي، والباقي من تحت اعتمدت ان انا مشيت المسافه دي. طب انا عايز حاجه برده تساعدني تاني، طب ما اعكس من الاكس ده مثلا حلو ولا ايه؟ هاخد برده هنا بعد كامل اهو وابعده ورا كده سنه، واجي اخد من هنا للاكس اللي هو مسميه دلتا مسافه، واجي نفس الكلام اقوم واخد من هنا للاكس ده برده نفس المسافه، بس خد بالك هنا مش زي بعض، فاهم قصدي؟ في اختلاف تمام كده؟ بره عني بقى انا ما يخصنيش، انا المهم عندي الجنب ده ماله؟ اتوقع صح؟ طب انا والله وقعت الجنب ده مش هقدر اجيب منه الكتف ده كده على طول؟ صح ولا ايه؟ تمام. طب انا عشان اجيب الكتف ده محتاج والله بعده اهو. الكلام ده كلام تنفيذي بحت، ده شغل تنفيذي، فاهم قصدي؟ ده شغل خلاص الراجل هنا لازم يكون بس فيه شويه خلفيه صغيره عن التنفيذ، انا بنفذ ازاي الستبس بتاع التنفيذ اللي احنا لما قعدنا نشرح السبوره الكلام ده اللي هو بتاع حته الاكسات والاكس المتشفت والكلام الفاضي ده كله، تمام كده؟ نفس القصه والله هاجي نعملها كده. طيب انا هنا وصلت للنقط دي، في مشاكل في الموضوع ده؟ طيب انا جيت مشيت ازاي؟ انا مشيت من النقطه دي ونزلت تحت كده لسه ما شفتش الاتجاه الثاني ده فيه ايه صح ولا لا؟ طيب تعالى ناخده مع بعضينا اهو بالمنظر ده كده، جالي الاتجاه ده واجي اخد هنا قوم جايب هنا جالي والله المنظر ده كده. تمام ده محتاج يتاكس والله، ده اتجاه فعلا طويل تمام كده، بس من الواضح هنا الاكسين دول الاكسين دول اسمين للدنيا صح. ممكن اجي انا اقول له ايه؟ ممكن اخد له مسافات تفصيليه، خلاص امسك دي دلوقتي امسحها، انا ممكن ما احتاجش البعد ده دلوقتي، وابدا اخد له مسافات تفصيليه. ازاي؟ اخد من هنا للنقطه دي تمام ماشي، واخد من هنا برده للنقطه دي هنعدلها، واخد من هنا للنقطه دي، ابدا اطلع دول بس فوق شويه حزيهم على التانيين دول طيب رخم معاك كده، يبقى في مشكله في الاسنان، مجرد بس ما تمسكه دوس على اف 3 اقفل الاسنان خلاص، في اي حته انت هتحطه هي تتحط، فهمت الفكره؟ اما الاسنان بيرخم تتصرف ازاي؟ تمام. طيب انا هنا جبتها بالتفصيل خلاص، يبقى انا برضو بحتاج ايه؟ محتاج والله طولها كلها تمام. هرجع تاني برضو للبتاعه دي كده، اقوم جاي من هنا لهنا واقوم جاي جايب طولها كلها كده، يبقى انا بكل الطرق هعرف انفذ الكتف ده تمام كده؟ فاهم يا باشمهندسه؟ باشمهندسه ها؟ تمام الدنيا ولا في حاجه مش واضحه؟ حد اسلام الله يكرمك. خلاص انا لو وصلت للنقطه دي يا شباب معايا؟ انا لو وصلت للنقطه دي خلاص مفيش اي مشاكل ان انا انزل هنا بالاستقامه اجيب الطول ده اهو تمام؟ ما عنديش اي مشكله خلاص، مش محتاج حتى ان انا اكسها، بس خد بالك من حاجه، انا هنا جبرت الراجل على التنفيذ، فاهم قصدي؟ انا جبرت الراجل ان هو اول حاجه يبدا يحطها يا اللي فوق دي يا اللي تحت، وخد بالك هتبقى غالبا 90% او 100% الراجل لما يجي ينفذ دي اول عرق او اول لوح نجاره او اول طبليه هتتحط من اول هنا. ليه؟ انا لما اجي اقرا الابعاد اشوفها متاجسه من اول فين، فانا كده جبرته ان هو يمشي القاعده في الاتجاه اللي انا مشيته ده كده، فاهمين الفكره؟ انا عملت وانا قاعد بعمل الشوب درونج اعملها بمزاج، بس برضه لازم اكون متخيل هتتنفذ ازاي تمام. هاجي والله ارجع هنا نفس القصه كده، اقوم جايب من هنا لهنا ادي نفس الموضوع، واقوم جايب من هنا لهنا ادي المنظر الباخ اهو اتحطت. ها في مشاكل شباب؟ ها عشان هنطبق عليه برضه المره الجايه او ممكن المره دي كمان، حد كده عنده معضله؟ من ايه؟ لا ممكن من بره عادي، حتى لو كده حتى لو بستلمها من جوه زي ما حضرتك بتقولي بقى بستلم من هنا لهنا التربيع ده تمام، انا ممكن اساعده وادي له برضه المسافه جوه جوه، بس هنا اللاين اللاين ده المقصود بيه وش النجاره مش قلب النجاره، فبالتالي لما استلمها من جوه خاصه مرقه الخشب بس، فهمت قصدي؟ طب لو الراجل ده هنا خد بالك من حاجه، انا هنا كنت عايز ادي له بعد صافي عن الحته دي وبعد صافي عن الحته دي اللي هو اطول طول واطول عرض،
ممكن اديهوله بس انها هيفضل جوه اللوحه، مش عيب يعني، مش مشكله لو جيت بعد جوه اللوحه ايه مشكله. يبقى انا ممكن اجي والله اجيب له هنا المسافه دي بحيث ان هو يقدر يراجع على نفسه، تمام. قول له والله بس خلي بالك المسافه دي عندك 8 متر بينا اهي ولا 6 متر 42، وقول له خد بالك برضو عندك اطول عرض اللي هو المسافه من هنا لهنا، بس هنا خد بالك هنا مقصود بيها ايه، من جوه لجوه، بينما كنت باخد من بره كان مقصود بيها من بره لايه لبره، تمام. وابدا اقول له والله ادي البعد الثاني عندك اهو. الخط ده هنا الديتم ده هنا معناه هنا النجاره، شكل النجاره عامل ازاي. فانا خدت البعد من جوه لجوه صح كده، يبقى انا هنا قصدي ان ده صافي بعد، يبقى اخصم منه الخشب. فهمنا الفكره؟ الخشب اهي، عرض الخشب من فوق كام سم؟ من هنا كده راس الخشب من هنا عرضها 2 سم ونص، تمام كده. فمعناه ان انا بقول له هنا من هنا ومن هنا اخصم الايه الخشب. بس مش دي بتاع الابعاد اللي جوه، الابعاد اللي جوه بس، الابعاد اللي جوه هي اللي هتخصم منها الخشب بس. بالظبط، تمام. بالراحة، لا بالراحة، ثانية واحدة خليها على التسجيل. راح خالص. انا عندي هنا دلوقتي بقول له ايه، بقول له ان ده البعد اللي هديه لك ده، هل انا هنا ما راسم او مسقط تخدت الخشب اللي هيتنفس؟ اما اجي الراجل ده هينفس مش هرصص خشب كده جنب بعض كده بالمنظر ده كده اهو. انا مدي له البعد هنا من ديتا لديتا، بقول له بس ان هنا في مكان ودي ابعاده قد كذا. لما انا اخد من بره ده معناه من وش الخشب من بره، طب ما اخدها جوه جوه، يبقى انا معناه من وش الخشب لجوه لوش الخشب جوه، افتح المتر اطلع المسافه دي. بالظبط كده، تمام. طيب لو انا هقيسها من بره يبقى اخد معايا تخانه مين؟ الخشب. فهمت كده؟ لا ما تجيسيش، فهمتي؟ ايه؟ ما فهمتيش برضه. طب خلاص هو هياخد البعد على الخشب بتاعه. صلوا بينا على النبي. حد ما بتاع زي دي اه شحن الموبايل حلو قوي، ممكن نفس فتحت الخشب، ادي شحنه وادي شحنه، ماشي ممكن نستعمل البتاع ده اهو حلو كده. لو انا قلت له هنا وانا برسم قلت له المسافه دي من دي 2 متر، حلو كده. لو انا جبت ستوب مش المسافه دي من دي 2 متر، انا ما عرفتش اقف جوه واجيب ال 2 متر دي، جيت وقفت هنا اهو وقمت قايس المسافه دي دي، يبقى المفروض اخصم التخانات دي ولا لا؟ عشان اجيب ال 2 متر اللي جوه. طب لو انا قستهم من جوه هخصم ولا لا؟ بس هي دي الفكره. هي اصلا ان الابعاد عندك حق، يعني اللي احنا خدناه اللوحه المرسومه دي كده، دي ابعاد الخرسانه. بالراحه بالراحه، ده من ايه؟ الخرسانه، الخرسانه اللي جوه، انا هنا بحط الخشب، بحط الخشب ببعضه، تمام كده؟ لو انا مديك البعد من هنا، ادي خشبه ثانيه اهي، وقايل لك ان ده البعد من هنا لهنا، اهو ده صافي بعد، مش انا هنا ده، الحته دي اهي، بالنسبه للحته دي ده ايه؟ ظهر خشب. صح كده ولا لا؟ يبقى المفروض اما يجي الراجل يقيس من الظهر للظهر، من الحته دي للحته دي، مش هيطلع من ظهر خشب لظهر خشب؟ تمام ولا لا؟ طب لو جه هو هنا اما علق الدبله في الحته دي كده، ان هي بيحس ان ياخد من جوه لجوه، مش ده هنا هيبقى مخصم الخشب ده؟ دي مشكله النجار بقى، هو اللي ياخد في اعتباره. انا بالظبط كده، بس وانا بستلم من وراه ابقى عارف ان دي ابعاد الخرسانه، ابقى عارف ان هنا هتصرف. طب وصلت ولا لسه؟ هو هي مصلله ليه الحته دي؟ هي كل الابعاد دي ابعاد خرسانه ولا ابعاد مجاره؟ دي ابعاد مجاره. المجاره دي ابعاد خرسانه. يا يا جدعان ازاي؟ بقى بتزود عليها 5 سم بتاع المسافه. صلوا بينا على النبي. مسجلها عشان تبقى باين. انا هنا خد بالك اللوحه دي مين اللي مطلعها؟ الديزاينر هنا لما رسم يعرف هو خشب ولا يعرف البلد الازرق ده؟ هو هنا مرسم ايه؟ وش وش خرسانه لوش خرسانه. انا اما اجي اخد هنا بعد اما اجي انفذ اخصم منه سمك مين؟ خشب. يبقى لو خدته من وش لوش هخصم سمك الخشب من وش لوش؟ هخصم من 5 سم اللي هو هنا وهنا. طب لو خدته من جوه جوه؟ مش هخصم حاجه. ليه؟ لان ده انا واخده على الخرسانه على وش الخشب من جوه وش، يبقى البعد ده هيتخصم منه حاجه؟ ليه؟ عشان من جوه لجوه الوش خشب لوش خشب. طب البعد ده هيتخصم منه حاجه؟ فهمت الفكره حضرتك يعني كده؟ يعني بعد الخلفيه دي كلها دي بقى بس ما تخسرش منها بالظبط كده. فهمت كده يا باشمهندس؟ فهمنا الفكره. الطول، الطول ملوش دعوه بالكلام. يعني لا تخليها تخصم منها ولا تخليها
من قاعده لقاعده من وش لوش ببدا اخد هنا لا هنا لازم يتخصص على حسب لو بص من بره الخشب لبره او من النضاره لبره هتخصص الخمسه ولو من اكس برضو للنضاره هاخد برضو تخطي الخشب على حسب انا بقيس منين فهمنا كده تمام هبدا اكمل والله بقيه اللوحه دي هجيب برضو لسه امر دايمنشن وابدا اكس بيسجل بالمصحف هنا كان قلنا بعد كامله فيها في ايه يا شباب في ايه قول عادي ماشي ايه 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 بتقول ايه وبالتالي هنا هبدا ان انا اقسم برضو الموضوع انا ساب الاواد اللي تحت دي صح كده مش اللوحه دي على كل لبكه تمام كده يلا انا استعملت 26 دقيقه بالشرح اهو بالشرح بالكلام ده كله يبقى انت احنا بنفس الطريقه دي عملنا لوحه الاواعي طيب عايزين نطلع لوحه المحاور والاعمده خلاص كده عايزين نطلع لوحه المحاور والاعمده طيب لوحه المحاور والاعمده اصلا بيطلعها لي مين الديزاينر بس بيطلعها لي بالمنظر ده كده بالمنظر ده كده يبقى انا مطلوب مني وانا بنفذ ان انا امسك كل عمود واجري ابص في النموذج بتاعه مر صح كده لا احنا هنا هنبدا نعمل نفس اللي عملناه في القواعد هنعمله في المحاور والاعمده هنلاقي هنا عندنا دائريه هنلاقي كده شويه قصص هنشوف هنبدا نتصرف احنا منهم ازاي تمام كده يبقى احنا شفنا لوحه المحاور والاعمده الديزاين بتطلع منه ازاي وهنشوف هنا دلوقتي الفرق ما بين لوحه الديزاين في المحاور والاعمده ولوحه الشوب دروينج بتاعه المحاور والاعمده كده حد عنده اي مشاكل في القواعد ها لو قلت لك التاسك فيه لبشه هيبقى عندك فيها مشاكل ايه زي الفل ما انا مش هجيب بقى التاسك فيه لبشه ما مش عبيط تمام كده ايوه يا باشا دي تتنفس دي تنزل تتنفس خلاص ايه كل حاجه كده ليه هي الفكره انت بتعمل كده ليه انت لو انت اصلا شغال والله راجل تنفيذي لوحه النجاره دي انت بتعملها كده كده بتسهل على نفسك انت الاستلام وبتسهل على الراجل وهو بيشتغل وخلاص بتخلص الدنيا عشان ما يبقاش لحق انت ما شفتش مرازيه المواقع اللي بتبقى عامله ازاي شكلك لسه يعني انت فاهم اما بتبقى قاعد ومسؤول مسؤول مش ماشي سوري في الكلمه في دي المهندس ان ما فيهاش حاجه كلنا مشينا في دي المهندسين اما بتبقى قاعد ودي شغلك انت بتاعك انت بتلاقي المرازيه كل شويه يا باشمهندس ما عرفش اوقع ده ما عرفتش اعمل ده لسه ما نخش في الحديد التفصيله دي انا مش عارف اعملها طب عوض لي التفصيله دي اصلا ما عنديش حديد مش عارف ايه ما انت محاسبه منى واجره انا ما عنديش حديد ده مثلا 16 طب ما خلي ما امشيها 12 هندسه فاهم قصدي طب انا ما عنديش 12 اعوضها ب 16 طب انت جاي عامل تفصيله غبيه جرافات وداخله في شويه حوارات كده طب تعالى نفذ دي ده هندسه انت بتقول لي 16 مش عارف ده انا ممكن اعمل اراجع اعدل على الديزاين تاني ده جزء اللي انت بتشوفه من رصيد المواقع انت عشان كده بتشتري مخك منه انما الجزء التاني زي ما قلنا اول حصه قصه الفلوس انا لسه ما خدتش في حديد بس فلمم نفسي في موضوع الفلوس دلوقتي انا بعمل تكلفه المشروع يعني لا انك ما انا لسه قايل الشورت دروينج كام قسم ثلاث اجزاء لوح بتاعت الحصر دي بتاعتك انت لوح بتنزل الورش دي برضو يعني دي انت الناس الثانيه بتشوفها لوح الحصر دي بتاعتك الاتفاقات بقى انت ازاي ظبطت الحديد على ما تنزل لوح الايه الورش مش قلنا في لوح لاي اوت اللي هي بتبقى بتاعه الحديد والادي لوح النجاره بتتعمل اهو وبعد كده اللوح اللي بتنزل للورشه خلينا دلوقتي في لوح النجاره اما نخلصها وبعدين نشوف قصه الورش والحديد والكلام ده مش تمام كده النجاره بتفرق لا بتفرق في التنفيذ بتسهل عليك الدنيا انت عندك اللوحه دي اهي عين عين اربعه الديزاينر جايبه لك كده بيقول لك ده عين اربعه انزل الجدول تحت والله هتلاقي مثلا مديك عين اربعه ده فين ادي عين اربعه مديك ابعاد طب وانا بنفذ انا هنا المطلوب بقى ان انا افضل باصص تحت وفوق كده لا انا عايز اخلص فاهم قصدي فدي انت بتعملها بسيادتك في مكتبك يعني خلاص هي لوحه محاور واعمده نفس اللي عملته في الاواعد نفس اللي عامله هناك بعد صافي في بعد صافي في بعد ايه متاكس تمام
هاجي اخد اللوحه دي بس بره كده. ده جدول تخصيص العمدان مش قصتنا احنا دلوقتي. فاهم كده؟ طيب هاخد انا الموضوع ده كده دلوقتي، اقول له كوبي، هاجي افتح اي لوحه ثانيه اقول له هنا ايه؟ بيست. كلام كويس. على الليير الزيرو اعمل لي يا عم برج عشان لو في ليرات ملهاش لازمه. هو التسجيل شغال؟ هعمل لير انا جديده اسميها ايه؟ طيب نفس اللي حصل فوق هيحصل هنا. معايا يا شباب؟ ايه ده؟ ده ينفع الكلام ده كده؟ ارجع اعدل ايه؟ الوحدات تمام كده؟ وحدات الدايمنشن واعمل الدايمنشن ستايل، صح كده؟ يلا. هو هنا في ستايل اصلا متثبت؟ ايه؟ في ستايل متثبت اصلا؟ لا. درونج التريتيز يونتس، ها ادي الاثنين اوكي. دايمنشن ستايل موديفاي، تعالى عند الفيت هنا خليها مثلا 4 من 10 لان 6 من 10 كانت في القواعد، وتعالى لي هنا عند البرايمري يونتس خليها برضو ايه رقمين، قول لي هنا اوكي وكلوز. تعالى خد دايمنشن كده انا شغال على فكره. هنا انت كده برضو محتاج تصغر الدايمنشن بتاعتك برضو تاني. تمام؟ ليه؟ بص الموضوع عامل ازاي؟ هي كده كده خد بالك اللوحه كلها صغيره فلازم الدايمنشن برضو ايه؟ تصغر. يبقى نرجع لي برضو دايمنشن ستايل موديفاي، ارجع لي تاني على الفيت، بدل ما هي هنا كانت 4 من 10 خليها 2 من 1 من 10. طيب خد بالك ان انت هنا ممكن تبدا تظبط الكلام ده، شكل السهم عامل ازاي؟ معايا؟ شكل الانديكيشن، شكل الكلام ده كله، بس للاسف احنا محكومين بالستايل ده. حلو؟ بقول له هنا ايه؟ اوكي. خلاص كلوز. ابدا كده بص على المنظر هتلاقي بدا الموضوع والله ايه؟ يتظبط معاك شويه حلوين كده. تاخد لا على حسب، خد بالك الاستايلات دي بتبقى على حسب المكتب وعلى حسب المكان. تمام؟ فبيبقى كل حاجه وعلى حسب هي عربي ولا انجليزي. فبيبقى ليها حاجات معينه. طيب واجي هنا ابدا ايه؟ اعكس والله تاني. تعالى يا عم معايا. نعم؟ ما هو انا مأكس على ضلعين اهو. ارجع هنا تاني اظبط لي الموضوع، خد لي برضه من فوق على الطويل واكسه من تحت. العمود الدائري ده هتصرف فيه ازاي؟ كل الفكره انا هنا هجيب بس بدل ما هي الدايمنشن بتقيس بعد هقول له هنا خليها لي ايه؟ ريديوس ولا دايمتر؟ براحتك. قول له مثلا دايمتر، بيقول لك فين انت عايز تعمل له والله، قلت له هي الدائره دي تمام؟ بيبدا هنا يتكلم معاك
على القطر بتاعه. يبقى انت كده والله انت اديته انديكيت للايه للقطر الفاي بتاعك بخمسين. تمام. طيب وبعدين ما دي كل الابعاد اللي عليه. طب هاكسه ازاي ده؟ ها يبقى انا ممكن اخد من سنتر مثلا العمود. يبقى انا لو جيت هنا قلت له لاين اهو واجي اخد مثلا من هنا. طب اخد هنا لفين؟ انا كل الفكره عايز اربط نقطه السنتر دي كده صح؟ اهي بس خلاص خلاص كده تمام. هو المفروض من الاكس ده على فكره المفروض من الاكس ده ماشي تمام شباب تمام كده. ركزنا العمود الدائري. طيب ارجع لي تاني للعمود اللي مش دائري. يا باشمهندس اسلام خليك معايا. انا خلاص عرفتك من صوتك انت بتحضر معايا كل المجاميع تقريبا فحفظتك. ايوه انت يا اسلام انا ونبدا بالمنظر ده نكمل بقيه اللوحه تمام. ها تاخدوا كام وتكملوها؟ قد ايه وقت؟ خمس دقايق حلوين؟ ليه؟ لا انا عايز انا عايزكم تبصوا تشتغل المره دي كلها تدريب على الكاد تمام؟ عشان الحديد مش هيبقى فيه الكلام ده. حلو؟ الحديد هيبقى انت هنا هبدا اشغل دماغي. نعم؟ انا برضو عايزكم تشتغلوا عشان انا مش عارف المشاكل اللي ممكن تواجهكم في البيت. تمام كده؟ هي خمس دقايق بس بالظبط، اعمل لي عمودين ثلاثه وخلاص مش لازم تكمل.